انهضي، فالحياة لن تمد يدها لتعينك، لذا عليك أن تمسكي بيدك وتتكئي على نفسك لتنهضي، فإن ضعفت أمامها جارت، وإن هزنت بخصامها بخت، فالحياة قاسية ولا ترحم من خذل أمامها. تحركي، فما زالت حلقات مسلسل أيامك جارية بقناة الحياة، ولن تنتهي حلقاته إلا حين يموت البطل وأنت ما زلت على قيد الحياة. فاحذري أن ترضي بدور الضحية، واختاري دائما أن تلعبي دور البطولة والبسالة في وجه الحياة. حاربي ولا ترضي بأقل مما تستحقي، قاتلي قسوة الحياة وعاندي بؤسها، فأنت عظيمة وتستحقين هذه الحياة. ويا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، عليكم كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد. أول شيء خلونا كلياتنا نكتب الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ أنا إلي تقريبا 5 دقائق صاحية، توضيت بس لسه ما صليت الفجر، صارت الساعة عندي 6:05، هو أذن على 6:50 تقريبا يعني، بس لسه ما صليت. فأول شيء بدي أرتب الغرفة هيك على السريع، لأنه ما فيها شغل كثير، بس بدي أمسح الطاولة وأرتب المخدات أماكنهم، وهيك شوية كركبة في الغرفة إن شاء الله رح أسويها على السريع. بس خليني أفرجيكم الجو، لسه الشمس ما طلعت والجو بارد يا جماعة، إشي مو طبيعي. سبحان الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله، الجو كيف في العتمة. خلينا نرتب المخدات على السريع. طبعا سبحان الله بالشتاء الشمس بتطلع متأخرة. نشيل الدفتر ونرتب هذول المخدات كمان. بسم الله، يعني هيك على السريع، لفة سريعة. هسوي المخدات، عندي هون القطرة تاعت الأنف لأنه بداية فلوزة عندي أنا وزوجي، فبدنا نلحق حالنا على السريع. شايفين هي خلصت، خليني أشيل الفروة. هاي عندي منظف القزاز، بسم الله. أي هاي الفوطة يا جماعة بتجنن ما شاء الله، ما بتخلي أي وبرة، وبتلمع القزاز والخشب غير شكل. بسم الله، خليني ألف الكاميرا على الجهة الثانية. نرجع الفرو، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي كمان الفازة رجعناها، حعمل مسحة لهاي الجهة على السريع. هذول الطاولات الصغار رح امسحهم هيك على السريع، هم منضاف بس الواحد زيادة اطمئنان هيك انه كل شي نظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك تمام، نجيب ريموت المكيف نحطه مع الأجهزة هيك، نأخذ الدفتر وهي القطرة والشاحن والسماعة، هذول بنفوتهم على الغرفة جوا. خلصت الغرفة كاملة، لمعتها ورجعت كل اشي مكانه، ما شاء الله صارت الغرفة نظيفة، بس ضل تكنيس الارضية، بس ما رح اكنس هسا، رح اكنس بعدين لاني رح اشغل مكنسة الكهرباء، وهسا كثير صوتها عالي والناس لسه نايمة. تعالي خلينا نشوف الغرفة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، شغل الكهرباء
هاي الغرفة نظيفة كمان، هون منشر الغسيل، امبارح نزلت الغسيل وهسا في عندي وجبة، فمش مستاهلة اني اضب المنشر، فحكيت خلي زي ما هو مكانه. بس الغرفة كاملة الحمد لله نظيفة، بس بدها تكنيس بمكنسة الكهرباء. وبنيجي بعدين هون الممر كمان نظيف، وهي المطبخ فين الممر كامل نظيف. وعندنا بعدين المطبخ اللي فيه الكركبة، شايفين؟ يعني كركبة هيك خفيفة. عندي هذا الخبز راح احطه هون وألم الأكياس، وهاي الشغلات امبارح ما جليت صراحة بالليل، فشوي صار عندي كركبة. خلينا على السريع نلم هيك دقيقتين ثلاث نكون مخلصين كل شيء. نجلي هذول الجليات على السريع، ما باخذ وقت معانا، خمس دقايق بنكون مخلصين إن شاء الله. بسم الله. عن جد والله احيانا الواحد يا جماعه بتكاسل بالليل يجلي الجليات، خاصه هسه بلش البرد فبلش الكسل خاصه فتره الليل، فبنقول مش مشكله لما ما يكون الجلي كثير بنجلي على ايدنا ثاني يوم على السريع، ما باخذ معنا خمس دقائق. والجلاي لسه صراحه خربانه مش راضي تشتغل، عشان هيك بجلي بعد على ايدي، بس بهاليومين ان شاء الله راح اشغلها لانه خلص الدنيا برد، ما راح اضل اجلي كل شوي. جد الله يعيننا يا جماعه على هالبرد الموجود، يا الله مش طبيعي البرد. معناها المربعيه راح تجينا مرتبه، راح تجينا ناشفه، راح تجينا بارده كثير. سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الحمد لله المي ساخنة شوي، لأنه امبارح بالليل شغلت الجيزر وخليته تقريبا ساعة وطفيت عليه، ف المي الحمد لله فيها سخونة، يعني ما بجلب مي بارد الحمد لله. نمسح الرخام على السريع، هسه راح اعمل مشروبي الصباحي على السريع، بشربه اول ما بصحى من النوم على الريق، معلقة صغيرة من زيت الزيتون، عصرة ليمونة، مش ليمونة كاملة، يعني نص ليمونة او اقل، بس نحركهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المشروب على الريق ممتاز يا جماعة. هسه بدي أروح أصلي الفجر وأصحي زوجي للدوام. الحمد لله خلصت صلاة وأذكار الصباح، قرأت قرآن، تسبيح، استغفار، الحمد لله خلصت. طبعا ما قرأت قرآن كثير، صفحة واحدة بس، دائما بعد صلاة الفجر بحب أقرأ من القرآن لو صفحة واحدة عشان ما نكون هاجرين للقرآن، لأنه في أثناء اليوم ما بعرف الواحد شو يصير معاه، يمكن يتعب، يمكن يكون مشغول كثير بالبيت، عندنا كثير شغلات إنه ما نقرأ قرآن. فعشان هيك دائما أول صحة بصلي الفجر لازم أقرأ قرآن الحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله الله يتم علينا هاي العادة. صارت عندي الساعة 7:05 تقريبا، صحيت زوجي للصلاة، صلى الفجر وطلع على الشغل، الله يسر أموره يا رب. هسا شو راح أعمل؟ راح أقرأ سورة البقرة. أنا قرأت صفحة من وين أنا واصلة، يعني بالورد اليومي، بس البقرة يوميا بقرأها يوميا،
كانت تأخذ معي تقريبا ساعتين، بعدين صارت أقل تأخذ معي ساعة ونص، بعدين ساعة، هسه صارت تأخذ معي 45 دقيقة أو 50 دقيقة. الحمد لله بكون مخلصيتها، ولسه الشمس ما طلعت، يعني بداية ضوء خفيف الحمد لله. فخلينا نقرأ سورة البقرة وبعدين نرجع لكم. الحمد لله خلصت قراءة سورة البقرة، الحمد لله رب العالمين. صارت الساعة 8 إلا ربع، يعني تقريبا أخذت معاي ساعة إلا ربع. وكمان جبت التاب عشان أحط على أذكار الصباح، بحب أسمعها بالبيت كامل حتى لو أنا قرأتها، بس بحب كمان أسمعها وأسمع حيطان البيت وهيك، يعني الواحد خلص بيحس براحة نفسية. طبعا شو عملت كمان؟ جبت مي، شربت واحدة زي هاي وهاي واحدة ثانية فيها 250 مل، لازم أشرب أول ما بصحى من النوم. وكمان هسه شو راح اعمل؟ راح اروح اعمل غرفة النوم واشطف الحمامات الله يعزكم، وبعدين اكنس البيت كامل بمكنسة الكهرباء. 7 طوال انزلت من ربنا ورتلت، اولهن البقرة طاردة للسحرة، موضوعها النفاق والصوم والطلاق، رتل سطور آل عمران فهي التالي. اقرأ ترى غزوة احد فيها وحمراء الاسد، ثم اقرأ النساء برأت العذراء. الحمد لله بكون خلصت كل اشي تقريبا. اول شي حطيت على اذكار الصباح على التاب وشغلت البخور. بعد ما خلصت تكنيس الارض بمكنسة الكهرباء، كنست البيت كامل، وكمان عملت الحمامات الله يعزكم، شطفتهم وليفت، وفتت على غرفة النوم رتبتها وخلصت. ما ظل عندي اشي الحمد لله. قد ايش صارت الساعة؟ يعني تقريبا 9 إلا ثلث، كنت مخلصة كل اشي الحمد لله. فعندي هاي الغرفة الاولى صارت نظيفة، طبعا شغلت البخور وريحة البخور والنظافة غير شكل. طبعا ما مسحت الارضيات البلاط لانه نظيف، بس كنست بمكنسة الكهرباء. وهي عندي الممر، وعندنا غرفة ضيوف، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان كنستها بمكنسة الكهرباء فنظيفة ما شاء الله غير شكل. هنا عندي الميزان عشان كل يوم اتوزن او كل يومين، فلازم اخليه هنا هيك دايما شايفين. واخر شي عندنا المطبخ، بسم الله الرحمن الرحيم، المطبخ نظيف ما في ولا اي اشي. وضبيت الجلي اللي كنت جليته، فهيك خلصت. بدي اشغل البخور، بسم الله، يعني شغلت بخور بالغرفة وهي بخور بالمطبخ، وحطيت كمان الشلال، صوت المي بجنن، ريحة البخور عن جد كثير حلوة ما شاء الله. خلينا نسكر الكهرباء. سكرنا الكهرباء هون كمان، شايفين الأجواء ما شاء الله غير شكل. هسا شو راح اعمل؟ بما انه لسه بكير الساعة 9 إلا، راح اروح احط راسي وانام. ما بعرف ساعة، انام ساعتين الله اعلم. فنشوفكم ان شاء الله بعد ما اصحى من النوم، لانه امبارح طولت بالسهرة، يعني نمت تقريبا 2 أو 3 الصبح وصحي بكير، فعشان هيك انعست، فبدي اروح احط راسي وانام. مساء الخير عليكم. طبعا هسه صحيت من النوم الساعة 12:30، والله شبعت نوم وطبيعي الحمد لله، ارتحت راحة نفسية والله. فالمهم هسه بدي اعمل لي فنجان قهوة، لانه كمان راح اصلي الظهر واقعد على رواق. بدي اشوف هيك شو راح اسوي. طبعا الغداء راح اعمل مفركة بطاطا، يعني ما في عندي طبخة صعبة. وشو كمان؟ وراح اعمل ماسك لبشرتي، وبس هاي الشغلات اللي راح اعملها لحد الان. فيلا خليكم معي. عملت قهوة فطلع الفنجان يا مكسور او مشعور، لانه بنزل قهوة فراح الوجه كله، يعني راح علي الوجه. هسا راح اروح اغير الفنجان قبل ما تخلص القهوة كلها. هاي غيرنا فنجان القهوة، خلينا نذوقها. بسم الله، غرام القهوة غرام، خاصة لما تكون باردة، ما بحبها تكون ساخنة، باردة اسكى بحس في طعمها اكثر. هاي بقيمة الصلاة،
فان شاء الله رح اخلص قهوتي بعدين اصلي ورح اعمل ماسك. ماسك للبشره اول شيء بعمل تقشير. تقشير عباره عن شوي من القهوه والسكر والليمون، يعني قطرات من الليمون وزيت الزيتون، بخلطهم مع بعض وبخلطهم على بشرتي، بقشر فيها الجلد الميت كامل. طبعا لازم تكون اول شيء البشره نظيفه وتكونوا مفتحين المسام بالمي الساخنه، بتحطوا المقشر بعدين بتخلوا 5 دقائق وتعملوا حركات دائريه، بعدين بتحطوا الماسك اللي بدكم اياه، سواء ماسك جاهز او ماسك انتو تعملوه بالبيت. صراحة اللي بحبه بالبيت اللي هو النشا والحليب، حليب البودرة وماء الورد، كثير بيعطي جمال للبشرة. بتخلطوهم مع بعض بتحطوهم على وجهكم ربع ساعة نص ساعة، بعدين بتغسلوا الوجه، بتحطوا مكعبات من الثلج بتمرقوا على البشرة حتى لو كان الجو بارد، معلش تحملوا كلها دقيقتين، تحطوا مكعبات من الثلج وبتسكروا المسام، هيك بشرتكم يا سلام تطلع غير شكل. بتحطوا كريم مرطب وخلص. هاي الشغلات اللي راح اعملها ان شاء الله بس بعد ما اصلي الظهر. غلط هسا هيك خلصت معاكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا واستمتعتوا فيه. ما في شغلات كثير اليوم، زي ما حكيت لكم غدا راح اعمل مفركة بطاطا، يعني ما في كثير اليوم بالفيديو اشياء هيك طبخات حلويات، بس حبيت اشارك معاكم يومي زي ما هو بكل تفاصيله. ولهون وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى لكم يوم سعيد، ديروا بالكم على حالكم، سلام.